الخبر الأول بيقول إن حسام أشرف لاعب فريق الزمالك مواليد 2001 واللي موقوف طبعا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب توقيعه للأكاديمية الكاميرونية والقضية الشهيرة اللي أثيرت في الفترة اللي فاتت، طبعا بسببها اتوقف القيد لفترتين لنادي الزمالك. بيتم طبعا خلال الفترة دي بحث إمكانية مشاركته. انتهاء الإيقاف، الإيقاف كان حضراتكم يوم 23 يونيو الماضي ولمدة 4 شهور، والمفترض ان هو هينتهي 23 اكتوبر الشهر اللي فايت. نادي الزمالك حتى الآن لم يصلوا اي خطاب رسمي للنادي بيفيد بانتهاء فترة التوقف، وبناء عليه طبعا إدارة النادي بتبحث مع المحامين المختصين في هذه القضية من اجل بحث الموقف، من اجل عودة اللاعب مرة اخرى للمشاركة مع الفريق الاول، سواء الفريق الاول او قطاع الناشئين. وان شاء الله باذن الله القضيه دي تخلص ونخلص بقى، لان القصه طولت قوي وبقت سخيفه يعني، والامور كانت صعبه جدا على نادي الزمالك، كان على اثارها وقف القيد لمده فترتين لكل نادي الزمالك سواء على مستوى الناشئين او مستوى الفريق الاول.